ونسجل هكذا كان التصريح الرئيس وهكذا يصادقون على التصريح يسجلون في هنا تريان هنا الفرادي من عمكم تبارك الله أدريان يلعب كرة يا هوساوي تؤكد أن هناك تؤكد في خلل كرة ملعوبة عرضية أمام المرمى هدف نصراوي ثاني هدف نصراوي ثاني عن طريق إلى الآن الكرة العرضية الآن ملعوبة إلى أنتر إلى تصويبة الله هي كذا تجي هي كذا تجي بين الفكر يولد قوة النصر الآن يتقدم ويخلق فرص حتى مع الطرف الكرة العرضية عبد المنعم حديث حديث خلاص حديث خلاص الكرة لا زالت شوف 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 الكرة تبعد 37 متر عن مرمى الخصم كرة ملعوبة هاي بالجيش والرسيبة هدف أول هدف أول عن طريق عبد العزيز فلاتة كرة جاءت بعرضية من كثير عبد الغني لكن عمر هوساوي عمر هوساوي هو صاحب هذا الهدف ارتقاء عالي شرحيني اللقطة الماضية والكرة بتتحول الآن مرة أخرى الشارع علي طلع علي طلع سالم الدوسري سالم احتكاكه هو ديكو ينطلق ديكو يسرع ديكو كاد ان ينفرد هوساوي في الوقت الاخير هذا هو ديكو لماحي هاي الوليد ركنين النصر خطيرة للفريق السعودي محاولة رصية الهدف الأول وعلى هدف الأول يتم الآن نشبط هذا الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه من رائع أحمد عسير يشيل الكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة الكرة ما زالت يحيى الشهري يلعب كرة داخل منطقة الجزاء أكثر من 10 تمريرات الآن للنصر